سؤال جيد من سيدة تقول: إذا كنت أعطي صدقات للمحتاجين وفي المساجد، هل يلزم إخبار زوجي بهذا؟ هل يلزم استئذان الزوج عندما تتبرع الزوجة للفقراء وللمساجد ولأهل الحاجات؟ إن كان ذلك من خالص مالك، فإخبار زوجك بذلك من قبيل حسن العشرة وليس من قبيل الواجبات المحتومة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا تمنع الزوجة من التبرع من مالها، لها أن تتصرف في مالها كما شاءت دون إذن زوجها. واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة، منها ما ثبت أن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث أعتقت وليدة يعني جارية، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها الذي يدور عليه فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو قد فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك، لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجر. إنه يقول فيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. حديث متفق عليه أيضا عن جابر بن عبد الله، نعم، قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال صلوات ربي وسلامه عليه، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة، فجعلنا يتصدقن من حليهن، تخلع الحلي تحطه في الثوب الذي بسطه سيدنا بلال. حافظ ابن حجر يقول: في هذا الحديث صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك، تكملة لكلام من كلام النووي رحمه الله، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ومالك يقول: لا يجوز الزيادة على التبرع بثلث المال إلا برضا الزوج. ثم يقول النووي: ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل استأذنتن أزواجكن في التبرع بهذا الحلي أم لا، وهل هو خارج من الثلث أم لا، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل صلوات ربي وسلامه عليه.